بالنسبه للحكومه حنا انا خدمت وكنعرف راه كتخدم، ولكن في هذه الحاله هذه انا بحالك دي بحلال دي بحرام، يعني ما عارفش واش كاين، ولكن الاتصال ما كاينش. وانا واللي كيأسفني ان وزاره الخارجيه والوزاره الاولى ببريطانيا تتصل بطريقه شبه روتينيه مع عائله المقبوض عليهم اصلا والابراتين لم بتاتا لم اطلق اي اتصال. نعم هو ما شافش العقد. نعم كان بالنسبه لي في المعلومات التي عندي كان سيكون مترجما، وما كانش ما كانش يحمل السلاح ويقاتل اصلا. اسمح لي الندوه رساله لمن؟ نعم الندوه صحفيه رساله الندوة مشكور كل صحفيين وكل الممثلين ديال القنوات هنا مشكورين بزاف على العناء، وهاد الندوة مهمة جدا لتحريك المنظمات الدولية للتعامل مع قضية الابن الشاب الصغير 21 سنة الذي وجد بقدرة قادر في الصفوف الأمامية للقتال، وهو غير متمرس ومدار حتى شي تدريبات خاصة باش يكون في ذلك المكان وقبض عليه من طرف روسيا. نتمنى أن السلطات الروسية هي المسؤولة الأولى عن مسؤولان، المسؤول الأول هو قابضه هو الذي تحرى معه وهو القائد الأعلى للقوات الروسية السيد فلاديمير بوتين، والمسؤول الثاني هو صاحب العلم الذي كان يقاتل تحت لوائه وتحت ألوانه وهو العلم الأوكراني باللباس كما قلنا بالكونترا بكل شيء، والأوامر اللي كياخذ من القوات الأوكرانية، والرئيس ديال الرئيس الأعلى ديال القوات الأوكرانية هو السيد زيلينسكي اللي كنشوفهم مسؤولين مباشرين على قضية